توالت النصوص في ذم من سب الصحابة رضي الله عنهم، وأذكر حديثا واحدا على كثيرا من الناس لا يعرفه، وهو ما جاء عند الطبراني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما كفر من سب الصحابة رضي الله عنهم فإن كفره متعين في هذه الحالات التي أذكرها. من سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه كافر متعين كفره في الحالات التي أذكرها. يكفر من سب الصحابة رضي الله عنهم إذا قال إنهم ارتدوا إلا قليلا منهم أو أنهم فسقوا، فإن هذا يكفر. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفره كما قال رحمه الله فإن كفره متعين. قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. قال الهيثمي في الصواعق المحرقة قال: من سب جميع الصحابة فلا شك في كفره. الحالة الثانية التي يكفر بها من سب الصحابة رضي الله عنهم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرد على الرافضة، قال مبينا أن من سب الصحابة أو سب أحدا منهم لأنه وله فضل ومقام عظيم وسبه لأنه يقول هو يستحق السب كما تقوله الرافضة، يقولون هو يستحق السب والشتم، قال: من سب أحدا ممن نقل بالتواتر فضله معتقدا بأنه يستحق ذلك أو أن سبه مباح، اسمع، يكون كافرا. قال رحمه الله: ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء معتقدا أنه يستحق هذا السب أو أن سبه مباح فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الثالثة التي يكفر بها من سب الصحابة رضي الله عنهم: من سب واحدا من الصحابة لكونه صحابيا، أي صحابي ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة فسبه لكونه صحابيا لصحبته فإنه يكفر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على الرافضة قال: ومن سبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكفر. الحالة الرابعة التي يكفر بها من سب الصحابة أن بعض العلماء قال قطعا يقينيا بكفر من سب الشيخين، من سب أبا بكر وعمر فإنه يكفر مطلقا، ولذلك الروافض يتقربون إلى الله بسب هذين الصحابيين أبي بكر وعمر، أعوذ بالله من الضلال. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: هناك من العلماء من قال بعدم كفر من سبهم، أتدري لما؟ قال رحمه الله قال: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم وإنما وصفهم كوصف أحدهم بأنه بخيل أو أنه جبان أو أنه قليل العلم، قال: فهذا هو قول من يقول من العلماء بعدم تكفيره، لكن يترك هكذا؟ لا، قال رحمه الله: فإنه يستحق التأديب والتعزير. معتقد أهل السنة والجماعة في من قذف عائشة بعد أن برأها الله من تلك التهمة المكذوبة التي طعن في عرضها رضي الله عنها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنها بعدما رميت به فإنه يكون كافرا لأنه معاند للقرآن.
لو قال قائل لو لم يقذف عائشة، عائشة برئت من الله ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قذف خديجة، قذف صفية، جويرية، ماذا يكون حاله؟ قال ابن كثير رحمه الله: أما قذف بقية أمهات المؤمنين فالأكثر على كفر فاعل ذلك. لما؟ لأن القذف في زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى جل وعلا إنما غضب لعائشة، لما؟ لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي وغيرها سواء في ذلك، وهو فيه نقص وأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.